صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار 29 كانون الأول يناير 2022. بسعد نرحب بضيفنا بالاستوديو أنا بسابق لحاكم مصر في لبنان دكتورة صنع عياش. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني دائما ما أن يحضر أحد من الاقتصاديين بيكون السؤال الأبرز، شو الوضع؟ رايحين للأحسن ولا رايحين للأسوأ؟ في شيء اسمه شو في ما فيه، شو في ما فيه، سؤال لبناني هذا. بس من بعد ما بات ظاهرا من موازنة العام التي قدمها وزير المال والتي يبدو بأنه قابلة أن تكون محور بحث وربما إقرار قبل الانتخابات النيابية، شو رأيك بالموازنة؟ ما بعرف ليش بدها تضل الانتخابات النيابية. يعني بدي أقول لك الموازنة ما مفروض تصير جدل كتير، لأنه هي مع احترامي لوزير المالية الأستاذ الدكتور يوسف الخليل، هيدي موازنة مثل كأنه عم يعملوا دفوار. يعني مش كأنه بلد بأزمة وجاي موازنة تبين خريطة الطريق الدولي وين ماشية. الدفوار هو أنه الدستور اللبناني مثل كل دساتير العالم بنص على صدور موازنة سنوية كل سنة تشمل نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مقبلة، والمهم كمان ويجاز بموجبها الجباية والإنفاق. يعني هي بتعطي إجازة برلمانية بالجباية والإنفاق، وبالتالي بيصير جباية الواردات والضرائب وإنفاق النفقات شرعي وقانوني، وغير هيك ما بيكون شرعي مطلقا. طبعا هذا بليل العالم، نحن أوقات كان يمرق 12 سنة وراء بعضهم ما في موازنة، وهذا الصرف على قاعدة الاثني عشرية اللي صار هيك متداول عند اللبنانيين، انه اصرفوا ويأتي، كيف بقول اصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب. هذا مشينا عليه يعني فترة طويلة، ما اجى شيء من الغيب. بس نحن يعني بنقدر نقول انه لازم يكون في موازنة، والدولة الحكومة اشتغلت على هالأساس انه ضروري يكون في موازنة. هلا مفروض تنقر نهائيا من مجلس النواب باخر يوم كأبعد حد من السنة السابقة، لأنه الدستور وقانون المحاسبة العمومية بيحددوا مهل زمنية لإقرار الموازنة، وأكيد قبل نهاية العام يعني بيكونوا مسكرين حساباتهم مفروض. يعني نحن اليوم دخلنا موازنة 22 مفروض مش 21، لأنه أول يوم بالسنة بتفوتي فيه بدون موازنة يعني الإنفاق غير شرعي والدولة ما لها حق تجبي ضرائب. إنما الدستور اللبناني احتاط لهالشيء بأنه عمل شهر كانون الثاني حكما الإنفاق على القاعدة الاثنى عشرية إذا ما أقرت الموازنة، يعني ما في لزوم لصدور قانون، إنما بآخر كانون الثاني خلاص. نحن هلأ إذا عم تقولي للانتخابات لحتى أولا نخلص. يعني بحضرتك كنت طالب، يعني كنت من المؤيدين أن يكون هنالك ثلاث موازنات بوضع لبنان والانهيار الذي نحن فيه، ورح نفصل شو يعني ثلاث موازنات مقدمة. بس حضرتك عم تقلي إذا قبل الانتخابات هكذا موازنة، تتوقع أن يقر مجلس النواب قبل الانتخابات؟ يعني مفروض. بما فيها من رفع الدولار الجمركي، بما فيها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، يعني ما في شيء فينا نقول لا ما في ضرائب على اللبنانيين. في ضرائب ايه، بس يعني اذا كان ما اقرت قبل الانتخابات يعني مجلس النواب الجاي بده يرجع يعيد النظر كمان يدرس والحكومة يعني الجديدة ما بعد الانتخابات. بكرة الحكومة بتقلك انا ما عندي صلاحية اني اطلع موازنة، لا مفروض انه تنقر بسرعة. وأنا برأيي مزبوط في موضوع الضرائب هلا بنحكي فيه، بس ما شايف أنا بهاي الموازنة في مجالات كبيرة للجدل، في مجال للانتقاد وفي مجال للإعجاب. إذا بدنا نبلش من هون، أولا يعني بعتقد نقاط الإعجاب هي بأنه البعض يقول أنه هذه الموازنة ستقدم لصندوق النقد أكثر مما هي ستقدم للبنان وللداخل اللبناني، تؤيد هذا الرأي؟ أنا عم بسمع هيك، لأنه أنا عم أقول أنه ليش يعني إقرار هيك موازنة بهالسرعة، علما أنه الحق بيقول أنه أو المنطق بيقول أنه يجب أن تكون موازنة إصلاحية، بمعنى أنه تدلنا نحن وين رايحين بالسنوات المقبلة. هاي ما إجيهم وقت يعملوها، ما فينا نلوم وزير المالية،
هل قد عنده وقت كان ليخلصها بسرعة؟ ليه بسرعة؟ قال ميشان صندوق النقد الدولي مصر. أنا بدي أقول هون ما بعرف صندوق النقد الدولي شو بيفكر يعني ما بعرف، بس أنا ما بعتقد هم صندوق النقد الدولي أنه تطلع أي موازنة. أي موازنة بيهتم فيها من يهتم بشرعية الإنفاق والجباية. أما صندوق النقد الدولي بده مؤشر على المسار الإصلاحي، فلذلك إذا البعض يقول أنه هون دكتور اسمح لي بموضوع المسار الإصلاحي، أنه صندوق النقد الدولي كان همه دائما مؤخرا أقل من سنتين لليوم بما يتعلق بلبنان أنه هذه الدولة المفلسة ما فيها تكون دولة داعمة، بمعنى توزيع الدعم اللي هو سياسة الدعم اللي كانت معتمدة، وهيدا أبرز ما كان لازم أن يقدم لصندوق النقد، وآخرته اليوم بموضوع أنه صار الصرف مش 1005. يعني مزبوط. نحن وقفنا الدعم على المحروقات، الدعم عن حتى يعني تحرير الأسعار اللي صار، هيدي قدمت لصندوق النقد، كان باقي بس عنا بعد اللي هو موضوع سعر الصرف الرسمي، وهيدا ما ستقدم الموازنة اليوم. على كل الأحوال نحن بعد ما شفنا سعر صرف رسمي يعني بالموازنة 1005 يعني أنه أنه بس بالموازنة طلعت منها هيدي. يمكن بفتكر هلأ بدأ رأيي كتير يعني، بس بفتكر أنه الموازنة عملت كمان عدة أسعار صرف. على كل الأحوال أفسحت بالمشروع الأول من المرونة لتعدد سعر الصرف بشكل أنه كان في اقتراح أنه وزير المالية يعدل سعر الصرف، سقطوا ما تركوا له إياها صلاحية مطلقة لإله، رجعوا حولوها لمجلس الوزراء مجتمع. تعرف شو يعني كينيت؟ أنه وزير المالية بيقدر يزيد الضرائب ويخفض الضرائب أو على الأعباء على الناس يعني، فأكيد هذه مش مقبولة ولا حتى الحكومة مقبولة. أنا اقترحت ما زالت حكيتي بثلاث موازنات لحل كل هالإشكالات، هذا بمقال بجريدة النهار صحيح، إنه مفروض يكون في موازنة هيدي اللي هلأ عم موازنة الدولة العامة، يعني الموازنة العامة اللي عم تدرس تلبية لمتطلبات الدستور واستجابة لمقتضيات الدستور، وإن كنا نحن عم نتجاهله بمعظم السنوات، بس مين عمل موازنة؟ بس لازم ينقر مبدأ واتفاق انه كل 3 اشهر بتجتمع الحكومة وبترجع بتعيد النظر بالارقام بضوء المتغيرات، سعر الصرف، معدل التضخم، النمو الاقتصادي، اوضاع معاشات القطاع العام، كل 3 اشهر بينعاد النظر بالارقام، لانه لا يمكن الركون لاي رقم، خصوصا هلا لاي رقم ثابت، انه ما في عندنا ثبات بعد. فاذا مش هيدا اللي كان مطلوب من وزير المال، يعني هيدا اللي كان يعني ارادوا ان يضعوه بعهده وزير المال عبر اعطائه صلاحيه مطلقه طبعا، كان هو انه يعدل كل مره بعد 3 اشهر بعد شهرين يكون مواكب لمتغيرات هيدا السوق. هيدا هو انا عم اقول انه لحتى تكون اصوليه اكثر، مش اصوليه يعني اصوليه لحتى تكون حسب الاصول، ما فيك تفوضي وزير الماليه. هو قال من كم يوم مين لازم تكون صلاحية؟ مجلس نواب كمان مجددة؟ مجلس نواب. المبدأ بالنظم الديمقراطية كلها كل انفاق مجلس النواب وكل جباية إجازة من مجلس النواب، يعني حتى مجلس الوزراء ما فيه خدها هيدي الصلاحية. هلأ بس بدي أقول هون بين هلالين، أنا بعرف قصة فصل السلطات وصلاحيات مجلس النواب والحكومة، بس لما بكون عم بحكي على الوضع اللبناني ما بكون يعني واسع كتير بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه مجلس النواب والحكومة نفس القوة هي اللي بتديرهم، فبالتالي يعني ما إلها الأهمية الكبيرة، إنما من شان الشرعية الدستورية لا، مفروض يكون مجلس النواب. بمعنى أنه أنا حسب اقتراحي وزير المالية بعد شهرين 3 بعد أرقام جديدة بضوء المتغيرات، بيعرضها الحكومة وتحول على مجلس النواب، فمجلس النواب بيرجع بيجتمع وبيعدل الموازنة. هيدي أول وحدة. فإذا عندنا الموازنة الأساسية، موازنة العامة، الموازنة التي قابلة للتعديل كل 3 أشهر، وثالث الموازنات اللي هي على المدى الطويل لازم على 5 سنين لنعرف حالنا وين رايحين، وبدها تكون أرقام موازنة السنة منسجمة مع هذا المخطط، لأنه نحن مش بس مطلوب
توازن معين ما بين الواردات والنفقات وعجز معين. في كتير اشياء مطلوبة من الدولة بعد الانهيار اللي صار. يعني في الموازنة مفروض تكون تشمل بعض المسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي. مثل شو اللي ما شملته هذه الموازنة؟ يعني كتير نحكى عن موضوع الأملاك البحرية اللي هي من ضمن أصول الدولة مفروض تكون وأن تستثمر فيها الدولة، وكل مرة عم تهرب من هذا الموضوع وعم تستسهل ترجع موضوع يعني الضرائب غير المباشرة اللي بتطال كل المواطنين. تؤيد أنه هذه الثغرة مش منطقي ما تكون موجودة بموازنة بلد منهار اليوم؟ إذا بلد ما بده يفرض رسوم على الأملاك البحرية واللي هي حق عدل للدولة، ما ضروري يدخلها بالموازنة. أنا ضد تدخل بالموازنة ساعتها، يعني حتى ما تكون أرقام ما لها معنى. بس لما قصدت أنا موازنة على مدى طويل من شان النمو الاقتصادي، يعني مثلا نفقات استثمار، هيدي مفروض نفقات الاستثمار ينعمل بإطار الخطة العامة للدولة، إنه بدنا كل سنة نصرف الاستثمار هالقد، لأنه ما بيجوز كمان البلد متروك ونحن عم نشتغل بالحسابات. بس استثمار على أي قاعدة؟ على أي يعني على أي مبدأ؟ مبدأ الإنتاج الزراعي الصناعي؟ نحن ما عندنا رؤية كيف بدنا نستثمر بالبلد للأسف. يعني ما هيدي قصة لازم يكون في رؤية، يعني مش هيك. أنا قلت أنه هيدي موازنة معجلة يعني سريعة، كأنه في دوفار لازم نقدمه. بس إذا بدنا نشتغل على 5 سنين بده يكون في رؤية، والرؤية تقلنا أنه بدنا نستثمر بالزراعة بالصناعة بالطرقات بالأنهر بالسدود إلى آخره. بعدين في الناحية الاجتماعية، يعني ما بيجوز وضع الناس يكون بهالطريقة هاي. فمفروض الدولة كمان يكون عندها خطة للإنماء الاجتماعي لتحسين أوضاع السكان. كل هول بيجوا مع نفقات الدولة. طيب بس هون بهذا الموضوع بالموازنة المقدمة، سعر صرف أن يتحول، يعني هن مش حاطينه بالموازنة مثل ما هو، بس يبدو الاتجاه هو أن يتم رفع سعر الصرف الرسمي 1005. شو بده يصير؟ يعني نحن اليوم بعد عنا اتصالات والجمرك يمكن على 1005، بقت ما بقى كله يعني، وبعض المعاملات الموجودة وقروض الناس المأخوذة على 1005 على أساس دولار 1005، هون شو بده يصير فيهم هلا؟ بس لنوضح للناس انه هاي القروض المأخوذة بالدولار، بالدولار، اما اللي باللبناني بدفع باللبناني اكيد. طيب شو بده يصير بهيدي الناس؟ الناس اللي اخذت قروض بالدولار على 1005 كيف بدها تردها؟ اذا طلعوا السعر الرسمي يعني 1005 صارت 15,000، يعني القسط انضرب 10 مرات. مزبوط، يعني شغلة صعبة كتير. يعني مشان هيك ما رح يلحظوا تغيير بسعر الصرف تعتقد؟ يعني بدون يطالوا دولار جمركي لواحد، ممكن اتصالات يسعروها على 8,000 لأنه في عنا كتير أسعار مثل ما عم نقول، بس ما حيتغير 1005 لأنه في قروض دولار اللي هي كارثة يعني حتكون على الناس. هيدي الحل تبعها الواقعي الفعلي هو تعدد أسعار الصرف. يعني رح يطلع بكره يقولوا انه من هيك في تعدد اسعار صرف فيها. ايه هيدي جزء منها، انه اللي عم يسكر قروض صار على 3,000 مثلا اذا كان قرضه بالدولار. البترول مثلا النفط وهيك ما في دعم بالمره حسب سعر السوق. المدارس بكره ميزانيات المدارس الخاصه مثلا بده ينحط كمان اسعار معينه يعني لسعر الصرف. بس هو اللي لازم ينلاحظوا بالموازنة ولا ما لازم ينلاحظوا؟ رح ينتركوا مثل ملحق خاص بعدين؟ كيف بده يصير؟ لا مين بده يحط لنا أرقام واضحة نشوفها قدامنا نحن نعرف إنه هلأ صار هيك وهيك وهيك، ولا ما حيصير؟ لا اللي عم بيعد الموازنة ما بيعرف وين رايحين بأسعار الصرف يعني. يعني بس على أي أساس بده يقسم القطاعات؟ هو في اسعار صرف ضمنا، هذا سعر صرف جديد سري يعني، هذا بيكون ايه انه يعني باحتساب النفقات مثلا بيكون في رأي انه يمكن يكون هيك. بس هيدي كلها الشغله لحتى ما نقر بانه هناك سعر واقع للدولار اللي بيتقرر بالسوق برات مصرف لبنان. لما مصرف لبنان هو بده يقرر سعر الصرف لازم يكون في عنده احتياطات كافية انه هو يتدخل يقول مثلا انا 12,000 ليرة الدولار، بس لازم يكون عنده هو اموال احتياطات بالعملات الاجنبية تمكنه من انه اذا
حدا طلب على 12,000 يعطيه في حال السوق ما أمن له، يعني بيترك المصارف تتوازن ويطلعوا الصرافين من اللعبة يعني. أكيد بس هلا مش عم يعمل هيك المصرف المركزي بتثبيت سعر الصرف حسب سعر منصة صيرفة وإعطاء دولار مباشرة من المصارف؟ هيدي بس بكميات كتير قليلة، مش لكل المواطنين، مش لكل الناس، يعني بده مليون تليفون يمكن التاجر حتى يوصل ليقدروا يعطوه. فكيف الناس او اللي هو على علاقة بده يكون جيدة بالمصرف؟ نعم. الناس العادية ما فيها تحمل دولاراتها وتروح. لا لا، هيدي هيدا الموضوع لا لبناني محصور محصور وضيق النطاق يعني. اما اذا بدك يصير في تدخل فعلي بسوق القطع بده يكون البنك المركزي حاضر، انه لما بيقول للجميع طلعت لل 15,000 بينزل هو ب 12. والناس ساعتها المضاربين بيخافوا منه. هلا البنك المركزي ما حدا يخاف منه يعني، منه بس قدر ينزل السعر بالنسبه للناس من وصل ل 33,000 سعر الصرف ونزله لل 23,000. هلا عندك معلومات شيء قديش دفع؟ لا. يعني ما حدا بيعرف اساسا، ما حدا بيعرف بالسوق قديش عنده قدره. 300 مليون دولار و 400 مليون دولار يعني مبالغ زهيده نزل فيها هو بالسوق، نزل السعر. وبنفس الوقت رجعت الحكومه لاجتماعاتها كمان ثبتت هالموضوع. بس انه اذا بترجع انت لسعر واقع بعيد قد ايه عنده قدره لان يبقي على يعني الامساك بزمام اقله هو من يدير اليوم سوق الصيرفه؟ ما عنده قدره ابدا. بس لحد هلا باقي يعمل لك يعني بعد يقول انه ممكن يضل للانتخابات بمبالغ يقدر يتحكم بالسوق. يمكن بس منين عم بيجيبهم يعني؟ من وين؟ انه في بيقولوا التحويلات اللي عم تجي من الخارج بواسطه الشركات الاساسيه عم يشتريهم هو، يعني جبرهم انه هو يشتريهم يعني. حتى لو عطاهم الشركه عطت الناس بالدولار، لانه بالاول مرقت فتره انه كانوا باللبناني، اخر شيء اللي معه 500 دولار و300 دولار من ابنه بالخارج بده يصرفهم يعني، بيرجعوا لمصرف لبنان. فلا انا ما بعتقد في امكانيه ابدا وهيدي سعر الصرف حاله نفسيه بالوقت الحاضر. بعدين الاجواء السياسيه رغم خضه الرئيس سعد الحريري مهمه، بس رغم هيدي الخضة يعني الوضع السياسي إلى حد ما مستقر. لما رجعت الحكومة تجتمع وعم تدرس الموازنة وافتتحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كل هيدي بتخلي يعني الناس الأسواق تروق. هيدي هو البعض يعني استغرب أن يكون هالقد قرار كبير بحجم اعتكاف او تعليق العمل السياسي لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري وما ينعكس فورا بسعر الصرف بالسوق. هون البعض قال انه مشان هيك يبدو حتى هذه الخطوه منسقه ومدروسه حتى ما يكون الا لا ارتدادات ماليه واقتصاديه ولا ارتدادات حتى سياسيه تم احتوائها مؤخرا. عم نشوف الحركه اللي عم تصير بدار الفتوى واليوم رئيس الجمهوريه انه في احتواء للموضوع، انه نهايه حقبه سعد الحريري وليس تيار المستقبل بما يمثل من مكون اجتماعي معين. انا ما بدي ادخل بهذا الموضوع لانه سياسي كتير وبده معلومات انا ما عندي اياها، بس انا بفتكر بانه السبب اللي ما خلى هالموضوع ياثر على سوق القطع انه منه موضوع داخلي يعني. يعني قرارات خلاف داخلي يعني بين انه قرار خارجي او هو رجل اخذ هذا القرار. تصوري مثلا يصير في اشتباك طائفي بمحل والرئيس سعد الحريري يقول انا بطلت سياسي، هذا بلد ما بيتجبل فيه، بتاثر. بس هون نحن بالوضع الموجود قدامنا لا، هيدا موضوع الى حد كبير شخصي بيتعلق بالرئيس سعد الحريري شخصيا. وهيدا شيء يعني ما خليه يأثر كتير على سوق القطع. بعدين أنا ليه ما خليه يأثر؟ لأنه كان في تحضير لهذه الخطوة. الناس بيصير في عندها هلع لما بيكون في اشتباك داخلي أو أنه تهديد بصراع طائفي.
هذا الموضوع منه وارد بهي الإطار بإطار وارد يمكن لأسباب تانية، بس بإطار انسحاب الرئيس سعد الحريري. بس قالك شو أهميته، يعني بدي أقول كلمة أنا ما إلي علاقة بالاقتصاد، بس أنه لا يجب أن يكون انسحاب الرئيس سعد الحريري إن شاء الله المؤقت من الحياة السياسية أكيد هو انسحاب للطائفة السنية. هذا لا يبدو ذلك، لأنه ايه؟ شفنا حراك بدار الفتح لأنه اليوم هذه المرجعية هي المرجعية، يعني كلنا منتذكر كيف كان الموقف يعني بين مقاطعة مسيحيين ب92، وبالعكس اليوم كيف عم بيكون الموقف ب يعني مقاطعة أو بالأحرى خروج تيار المستقبل من العملية. بس يمكن يصير في امتناع نسب كبير من الطائفة السنية عن الترشيح والاشتراك. البعض يقول ممكن نفساحهم في المجال لخروج أركان هذه المنظومة، يعني اللي الوجوه المعروفة اللي كانت كل الفترة حايك، مع أنه مش ضروري يكونوا بالمشهد هني الحالي. أنا اللي كنت عم الفكرة اللي بدي أقولها أنه يجب الانتباه إلى أهمية الطائفة السنية بلبنان وبالنظام السياسي، لأنه بيقولوا الدروز فرشوا الأرض لقيام لبنان بعهد الإمارة، رجعوا إجوا لموارنة اشتغلوا على إنشاء الكيان اللبناني الذي هو ذو هيمنة مارونية هيك بالبداية. مؤسسات قصدك الكيان كأعمدة مؤسساتية من جيش ومن يعني مصرف مركزي ومن غيره، يعني قيام الكيان اللبناني يعني مدارس وجامعات وأسلين أعلن تأسيس لبنان بعد جهود كبيرة من البطريركية المارونية مدعومة من فرنسا ومن الفاتيكان. أنا في عندي كتاب ما بعرف ما قدرت يمكن أبعث لك إياه عن المجمع اللبناني سنة 1736، ببعث لك إياه على كل الأحوال. بتشوفي إنه هذا الكفاح لتأسيس هذا الكيان اللبناني تأسس، بس تأسس في خلل، لأنه السنة ومعهم قسم من الشيعة ومن الدروز يعني حسوا بهيمنة المارونية السياسية على كل مفاصل هذا الكيان. إنه بدكم تشيلونا أنتم من سوريا اللي هي مجالنا الطبيعي لا تحطونا بكيان ماروني. صار في رفض ب 1920 و 1926، رفضوا الدستور ورفضوا مشايخ السنة وجهاء السنة المشاركة بالاستفتاء اللي عملته فرنسا لقيام لبنان الكبير لإنشاء الدستور اللبناني. هيدا خلق شرخ وطني كبير لحد ما الطائفة السنية ذاتها عطت مشروعية لهذا الكيان عن طريق الجهود اللي عملها بيت الصلح، رياض الصلح وقتها يعني بلشت بكاظم وناظم ورجعوا انتقلوا لرجالات الاستقلال، راحوا على بيت السلام بعدين صاروا يعملوا مؤتمر الساحل بالثلاثينات عند ابو علي سلام جده لتمام بيك واقروا بالاخر انه هني يوافقوا على هذا النظام، ومن وقتها صار عنده لبنان اولا. فبالتالي إذا انسحبت هالمشروعية السنية من النظام بيصير في خلل كتير قوي. بس عم قلك الحمد لله أنه هالمشكلة منا ناشئة عن صراع طائفي داخلي، ناشئة عن ظروف خاصة. طيب هون حكينا عن قد في إمكانية لتثبيت سعر الصرف، حضرتك عم تقول بالأفق المالي والاقتصادي ما بتشوف في إمكانية. لا قد ايه المدى الزمن اللي بيقدر فيه حاكم مصرف لبنان ان يتدخل؟ كل شهر بشهره، يعني ممكن ايام يرجع يطلع السعر، ممكن يرجع يعني ينزل، ممكن نرجع سوق سوداء بسعر مختلف عن سوق صيرفة مثل ما كان عم بيصير اساسا. هلا بعتقد انا صيرفة والسعر الفعلي قراب لبعض، بس مش هني زيتهم، يعني صيرفة شيء وسعر الصرف الواقع شيء تاني. طيب مع الأسف دائما ذلك مع المطامح الرئيسية لبعض يقول لإقرار هذه الموازنة اللي هي 3 إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد، ممكن يهدي؟ هو بيرجع لسؤالي، صندوق النقد بيعطينا وبيدخل معنا برنامج عزيز هاي الموازنة؟ أنا ما بفتكر، ما بعرف شو عم بيفكروا. هاي الموازنة تثبت شرعية الإنفاق والجباية، أما الشيء اللي بده إياه صندوق النقد هو ضمن برنامج إصلاحي متكامل
انه نحن بنقدم له هيدي الموازنه. يعني هيدي حجه عم بيقول رح نكر هالموازنه كرمال ناخذ مصريات صندوق النقد، ما عم تقنعك كثير؟ لا ما قنعتني بالمره، انا ما بعتقد هيدا هو المطلوب من صندوق النقد. هيدا يمكن عم بيبعدوا الناس هيك لحتى تنعم الناس عن المصايب اللي ممكن تلحقها نتيجه، بس الناس واعيه نتيجه ان شاء الله نتيجه يعني السياسه الماليه التي ستعتمدها هيدي الحكومه. مفروض يكون في برنامج، هذا البرنامج بيشمل امور كثير، وهذا منه هي منه كلمه بتتم. هذا البرنامج هذا بده يصير فيه عليه اعتراضات شعبيه يعني، وبدها تنزل العالم يمكن بالشارع وترفض البرنامج اللي طالبه صندوق النقد الدولي، واللي هو برنامج. هلا صندوق النقد صار شوي ياخذ بعين الاعتبار الموضوع الاجتماعي يعني، بس مش للاخر. عندك بدها تقدم الدولة خطة كيف تحل مشكلة الكهرباء، يعني العجز بالكهرباء. هلأ حاطين بهي الموازنة دعم الكهرباء 5,000 مليار، يعني مئات ملايين. هو عادة كانت عم تكلفنا مليارين كل سنة، مليارين دولار كانت دولار عم تكلف، هلأ صار بملايين الدولارات. قد فيهم يدعموا يعني 200-300 مليون، معناتها هذا بده يتغير الرقم. فإذن بس كمان مش في رهان على رفع سعر التعرفة اللي هو كان جزء أساسي من هذا الـ يعني ما يعرف بأنه مش بس هدر، كان في إدارة سيئة للقطاع أنه ما فيك أنت تجمد سعر الكيلووات على سعر كتير واطي وتدلك تدعمه وتدعمه. اليوم بدك تحرر الدعم أيضا عن هذا الموضوع بالكهرباء، بده تحرر الدعم، وبده الناس تدفع الكهرباء قد ما عم تدفع المطار بتكلف. وانا رايي يعني زاد تسعيرة الموتورات رح تصير تقريبا كهرباء مفروض هلا بتشيري منهم ارباح اصحاب الموتورات اللي هي نسبة معينة، مشان هيك ممكن تنزل شوي، ممكن يعني تنزل شوي. بس بدك التعرفة تكون حرة لسبب الكهرباء منا ضريبة، يعني الناس ما بيميزوا شو الضريبة. لا الكهرباء سلعة تنتجها الدولة وبتبيعها للعالم، مفروض ما تخسر يعني على القليلة بالاسعار. هيدي ناحيه كثير من بس ناحية. هيدي السلعه اللي بدها تبيعها للعالم على اي سعر صرف ممكن ان تسعر، اللي هو 20,000 كمان مثل ما عم ينحكى؟ قد ما يكون سعر الصرف ما في اقول لك انا هلا 20,000 قد ما يكون ولا 10,000 ولا 50,000، لا ما خصها. الدوله بتنتج كهرباء يعني مؤسسه كهرباء لبنان، وبتبيعكم اياها بسعر السوق. شو كلفتها؟ بسعر السوق اكيد. في عندك الفيول بده يجي في التعرفة. وفي شيء تاني كمان، انه هناك حاجة لاستثمارات بالكهرباء. هون بتحضرني شغلي، انه من فترة قال جاي مليار دولار من صندوق النقد الدولي اللي هني حقوق السحب الخاصة، هول رح يشيلوا قسم منهم يحلوا مشكلة الكهرباء، بمعنى انه يعملوا معامل. لك يا خي حطيته 40 مليار دولار وما حليته المشكلة، هلأ بهذا المبلغ الصغير؟ أنا بقول لك أنه يعني حكينا بس على الكهرباء، بس صندوق النقد الدولي بيتوقع كمان إعادة درس كلفة القطاع العام. هل هي كلفة عالية ولا منا عالية؟ بس هون هذا يعني بس نحكي قطاع عام، ناس بتفكر قطاع عام عم نحكي مكانات، بس هو مش مكانات، هي عالم، هي موظفين فعلا. هلا هن في محسوبيات صارت ومحاصصات ومثل ما بيقولوا أدخموا لهذا القطاع العام بالأجراء والموظفين، بس بتلقى هدول ناس جاي عليهم رفع سعر تعرفة الكهرباء، جاي عليهم غلاء فاحش بالأسعار بكل الأسعار. يعني بيقولوا لك لا نحن مش حاطين ضرائب على بعض المواد والسلع الغذائية، بيطلع لك التاجر بيقول لك هدي فيها كيس وفيها فيها المجمعة وفيها وفيها لحق الغلاء. طيب هول العالم شو بده يصير فيهم؟ انت عم تسأليني هلا موظفين على أسباب والأجراء المرض ولا شو العلاج؟ العلاج مؤلم ايه، بس شو مؤلم؟ مؤلم هذا اسمه عدام، ما هو علاج. إيه؟ انت عم تعدم ناس. إيه؟ عم تعدم طبقات طبعا. ايه كيف؟ اكيد طبعا. هيدي المسؤولية عنا اذا بدي، لما الدولة ضحكت على العالم عشرات السنين، هي اللي صار بالقطاع العام مش كله انه المسؤولين سرقوا الدولة، في شيء تاني كمان، سوء الإدارة والخوف من الأصوات الشعبوية. الناس ما بيميزوا كتير بين شعبي وشعبوي. شعبوي يعني اللي هو شعارات رنانة ترضي الناس. كانوا
يخلقوا وظائف وهمية يوظفوا العالم ليحلوا مشكلة البطالة، وكانوا يبيعوا الكهرباء بالبلاش ويسمحوا لقسم من السكان انه يسرق التيار الكهربائي، وكانوا ما يدفعوا ما يكتبوا ضرائب، يعني يعملوا موازنات ما يزيدوا الضرائب قد ما لازم. طيب هلا عم بيقولوا للناس المكسور عليكم رجعوا دفعوه. ايه المكسور عليكم. ايه بس نحن صراحة كمان هيدا الناس بدها تقلن انه هيدا المكسور علينا ما فينا ندفع حق سلع وخدمات ما قدمتوا لنا اياها. ضحكنا عليكم. لا ما في يعني هذا كمان هون ما فيه ليجي المواطن يقولوا هلا نحن عم نعمل لك مفعول رجعي على سلع غير موجوده، يعني لو انه انا بدي ادفع اليوم على الكهرباء تبعوا ال 40 سنه الماضيه او ال 20 سنه الماضيه بدك تكون عاطيني اياها لهالكهرباء. نحن من 2005 لليوم كلنا شايفين شو الوضع، وال 2000 حتى وطلوع. يعني انه اذا بدك تحلي المشاكل هالإعفاءات اللي انعطت للناس خوفا من الشعب، ما جزء من المشكلة خوف السياسيين من الشعب، خوف من الناس. شو بده يصير فيهم بالقطاع العام قدام صندوق النقد؟ شو المطلوب من هذه السلطة والدولة؟ صندوق النقد بده يخفف الفاتورة، يا بتشيلي موظفين يا ما بتخفف الرواتب، هيك صندوق النقد بده. نعم بيقولوا له سقطت قيمه الرواتب مع انهيار سعر العمله، انه مش ضروري نشيل يعني ما راح يكون في زياده رواتب واجور للقطاع العام. بتقول هلا بده يضطروا عليها لما بوصل الدولار 33,000 ليره. كيف بده يضطروا عليها؟ كيف بده يلبوا هذا المطلب ويرفعوا الرواتب والاجور؟ بطبع العمله، وطبع العمله بيؤدي الى تضخم وارتفاع باسعار الصرف، والمشكله بتجر مشكله. نحن نرجع لو كان عم نحكي مثاليات، يعني بدها تنحط خطة حقيقية وقابلة للتنفيذ على مدة 5 سنين تشمل نفقات الدولة وإيراداتها ومشاريع لتنمية الاقتصاد واستثمارات ومشاريع اجتماعية تمر خلال البلاد بظروف أصعب كتير من الظرف الحالي، بس منكون عم نتعالج. يعني بدل ما عم نتألم بالبيت وراح نموت، هلأ قاعدين بالمستشفى عم نتحمل الألم. طريق تاني ما في، والدولة لما بدها تعمل طريق تاني، يعني بمعنى تعمل بعض الشروط والظروف اللي بتناسب الشعب مشان لحتى ما يغضب، اخر شيء بده يرجع يندفع. نحن نسينا هيدي السلطة ما فيها تعمل هذا الشيء. نحن نسينا، يعني حضرتك عم بتقول لما يكون احد عم بيحكي بتجرد، مش بي حكومة وزير المال فيها نعمل عليه معركة من ما يعرف بالثنائي الشيعي اللي هن مكون أساسي سياسي بالانتخابات، وعندهم جمهور كتير كبير بده كمان الانتخابات جاية. يعني ما فيك اليوم تكون عم بتكر هيك موازنات لخمس سنين جاية بهالقد مثل ما بقولوا قلب قاسي ماليا، وجايك انتخابات بعد 3-4 أشهر ما رح تزبط، وانت مكون أساسي من الحكومة ومكون أساسي بالانتخابات. كيف بدك تعملها؟ ويمكن ما تزبط، وانا بقول لك يمكن ما يعملوها. ويمكن اي واحدة، الموازنة ولا انتخابات؟ لا، انه الموازنة السياسي الصارمة، السياسي الصارمة ما السياسي المالية الصارمة يمكن ما تصير. بس عم تقولي لي شو لازم او شو بينتظر صندوق النقد الدولي؟ هذا بينتظره، مش انه نركب له موازنه ونعطيها، يعني نقول له اعطينا مليارات. مشان هيك عم نشوف اليوم ضخ من الاحتياطي هل تعتبر بانه حاكم مصرف لبنان مجبر ومهدد من القوى السياسيه بالسلطه اليوم انه يا بتثبت سعر الصرف هيك يا اما العواقب وخيمه؟ وكلنا بنعرف يعني اليوم انه كل يوم بيقولوا له نحن بدنا نحطك بالحبس، وكل يوم بيصير في اجتماعات، يعني حتى قبل ما يسبق كل قرار بينقال انه بده يحركوا دوريه على بيت رياض سلامه لتوقيفه، بنلاقي انه في تعميم صدر ليلا. هل هيدا تحت التهديد عم يتصرفوا اليوم؟ هلا بالسنوات السابقه هو كان ماشي قدام الدوله، اليوم بهيدي التعميم الاخيره اللي شفناها بتثبيت سعر الصرف على سعر منصه صيرفة، بثبت لهم سعر الصرف من كيسهم من الاحتياطي الالزامي مش وما تبقى الاحتياطي الالزامي. مش كيسهم لهم، كيس الشعب اللبناني، كيس المجتمع. يعني شو بدكم؟ يعني انه بدكم نتدخل بسوق القطع عن ابو جنب ونثبت الدولار على 12,000 ليرة أو 18,000 ليرة؟ بيعملها شهر 2-3-4 وبعدين فلس البلد أكثر من مفلس. أنا بقول لك يعني يا ريت الواحد بيسجل كل شيء بيحكيه. يعني
أنا كانت ندائي للمسؤولين يعني والمسؤولين الكبار بمصر في لبنان من زمان ولا هلا، يا خي حاجة تدعو القدرة على ضبط سعر الصرف وضبط سوق القطع إلى ما لا نهاية. يعني المفروض تقولوا للدولة بعد بنقدر نعملها شهرين، بعد بنقدر نعملها ثلاثة، بس ما هني عم بجربوا هيك عم تفلت الأسعار هلأ بعد ما فلتت ايه؟ بس أنا كنت عم أقولها وقت لما كان في بعد شوية احتياطي، بدي أخي نحن منضاين لأول 2015، يمكن هذا تاريخ مهم لـ 2015. نحن 2015 نحن ما فينا نهدي سوق القطع، بس مصرف لبنان، وأنا قلتها يعني للمسؤولين بمصرف لبنان الكبار، إنه قرر يقول للدولة وللمجتمع ما تخافوا نحن منظبطها، إذا بتظبطها بدهم يحاسبوك بعدين. هيدا كان غلط. مين اللي بده يحاسبه؟ السلطة اللي هي شريكة معه بالمجلس المركزي؟ ما لا يبدو إنه عم بيحاسبوه، يبدو بأنه الكل عم بيشتغل على تمرير الوقت ومزيد من هيدا الترقيع اللبناني. لا يبدو بأنه في فعلا محاسبة بدها تكون، لأنه هن الشركاء، ما كل قرار عم بيطلع هو نتيجة اجتماع المجلس المركزي اللي ممثلين فيه كل بالسلطة اليوم، مزبوط؟ نعم. كيف بده يكون يحاسبوه؟ لا، إنه بده يحاسبوه بمعنى إنه لما بيكون هو قايل أنا برتبها، هو عم بيقول أنا برتبها ولا هن عم يضغطوا عليه بالسنوات السابقة؟ لا، هلا عم تحكيني أنت هالكم يوم. لا هلا هيدي من بعد الأزمة 2019 كل قرار تعتبر أكيد عم بيكون تحت الضغط. أكيد هلا تحت الضغط، أنه انتبه اوعى يفلت الدولار اوعى كذا وإلى آخره. يعني أنا سامع يعني تعتبر كل التعميم اللي عم تطلع لما كنا هي تحت التهديد والضغط عم تكون. لما كنا بمصرف لبنان كنا نقابل كبار المسؤولين، كانوا يقولوا لنا انه الدولار قصة يعني شو قصة يعني يعني ممنوع الدولار يطلع لان بيخافوا على وضعهم السياسي. طيب يعني وكنتوا ترضخوا انه ممنوع الدولار يطلع؟ ايه. نحن في شغلة بس بدي اقول لك، فرق كتير كبير، نحن كنا نشتغل ضمن الاحتياط اللي هو ملك مصرف لبنان، ونزل للاخر وصل لل 200 مليون دولار. اي سنة ها؟ اي سنة؟ 92 91 و92، يعني كان سنة صعبة. نحن عنا هالقد، مش انه جبنا وديع الناس جبناهم على البنك المركزي 100 مليار دولار و80 مليار دولار وصرنا نتصرف فيهم. يعني وقتها نحن لو خلصوا الدولارات كانت خلصت. انا في محضر نشرت قسم منه بالمذكرات اللي عملتها على مصرف لبنان، بقول فيه بالمحضر انه وقفوا التدخل بسوق القطع قبل ما ينهار الوضع، لانه على القليل يكون معنا شي 100 مليون دولار نضرب المضاربين يوم من الايام. الدوله ما كان بدها هيك. انا في شغله ما رأيت انه مين بده يحاسب، ما مين بده يحاسب منطق الامور. انا ما عم بدعي للثوره هلا، يعني بعتقد الثورات بلبنان صعبه. منطق الامور انه بعد اللي صار كبار المسؤولين كلهم لازم يطيروا، كبار المسؤولين عن إدارة الدولة بالسنوات السابقة ماليا وسياسيا الكل بتقول لازم يطيروا. على القليلة يعني، على القليلة ماليا، أنا سياسيا ما بعرف يمكن هدوا يعني البلد. يعني عم بتقول أنه لازم يطير حاكم مصرف لبنان بهالمرة؟ لا، عم بحكي أعلى منه. مين أعلى منه؟ وزراء المالية يعني عم بيطيروا مع الحكومات يعني. في منصب اسمه رئيس جمهورية عم تعتبر، عم بقول لك ماليا وسياسيا تعتبر الكل لازم، ورئيس مجلس النواب كلهم لازم تعتبر يتحاسبوا اكيد. وتجي ما بدي حاسبهم يا خي، انتم خلصت اللي عملتوه يعني اليوم، يعني كمان يعلقوا عمل السياسي وانه دار مفروض انه اليوم لما مجلس النواب هلا عم يعترض وما يعترض كذا لك ما 30 سنه مجلس النواب يصوت برفع هو اليد، بيقرر الموازنات برفع اليد، وهو اقر تحويل جزء من الدين للدولار. وهو راجع هالفيديو اللي مش الفيديو الشهير بال 96 يمكن وقتها برفع، وقتها حتى كان في اصوات معترضه من قلب مجلس النواب عم بيقولوا لهم شو عم تعملوا، شو عم تحولوا لنا ديننا للدولار. يعني انا بسمي لك المرحوم نسيب لحون مثلا، والرئيس سليم الحص الله يطول بعمره
حتى كان رئيس الحسيني نائب البرلمان ورئيس الحسيني اعترض على كل احوال رئيس نائب نجاح وكيم حتى يعني ما بدنا ننسى بس كان في اصوات عم بتقول غلط اللي عم بيصير غلط رئيس الحسيني دائما كان يطرح مبادئ اقتصاديه صحيحه بعدين تقر اللي قررها مفروض يكون مسؤول المجالس النيابيه ورئيس الجمهوريه رئيس الحكومه هلا ما صار له زمان يعني بس انه اي رئيس حكومه ما صار له زمان نجيب مئات يعني ما كان قبل ما هو جاب حكومات ثلاث حكومات مقطش كمان بس الباقيين عم يقعدوا سنين اذا بدك انت تحاسبي محاسبه حقيقيه على قليل هو لازم يتنحوا مثل ما عمل الرئيس سعد الحريري وتجي شخصيات جديدة بمنطق جديد طيب بس اليوم ساعتها الشعب بيصير يقبل كتير من التدابير اليوم بالوضع القائم لأنه التعاميم اللي عم تطلع فعلا عم تطلع كل مرة من بعد اجتماع المجلس المركزي هل التعاميم عم تأخذ وكمان عم ينقال أنه بناء على موافقة أعضاء المجلس المركزي هي لازم تكون تعاميم بإجماع بموافقة بالإجماع ولا بتصويت عادة مضروري إجماع لا مضروري تصويت العادي يعني طيب. ايه؟ بتعتبر من يتحمل مسؤولية كل ما يجري استقرار او عدم استقرار المس بالاحتياط وربما رح نحكي لاحقا هل سيتم المس بالذهب كل هول هو المجلس المركزي مجتمعا ولا حاكم مصرف لبنان لا هيك حسب القضية يعني القرارات هيدي هلا عم تصير في دور اكبر للمجلس المركزي لانه مرقت فتره كان الحاكم بامره يعني حاكم لكن احنا ايامنا ما فيك تقيسي مش لانه احنا ابطال بس كان مجلس المركزي مجلس ملي مجلس ملي يعني لما كان زميلي الشيعي ما يقبل يعني الرئيس بري ما بده خلص ما بقى تمشي له حق الفيتو لا مش هيك هلا مجلس الوزراء مجلس ملي للاسف عم بيصير لما فيتو من طائفه بيقصفوا له عمره طبيعي مجلس الوزراء يكون مجلس ملي بس المجلس المركزي بمصرف لبنان عم تقولي لي هو مجلس ملي لا بفتره من الفترات كان حاكم منفرد يعني اي فتره فترة إذا بدك من 93 لل 2018 أو 2017 بتعتبر أنه كان رياض سلامي هو الحاكم هو. بأمره يعني هو مع احترامي إلى سعادة الحاكم أخطأ بحق نفسه بأنه هو تحمل كل المسؤوليات يعني بالنيابة عن البنك المركزي والنيابة عن الدولة أنه ما عليكم نحن منرتبها فأنا بقول يعني أنه كان المجلس المركزي ما يلعب دور بكل الأمور يعني أنا ما بعرف بدي أسألهم سؤال إذا بيجاوبوني أنه لا كنا نحن موجودين لنواب الحاكم أنتوا كان معكم خبر قديش الدولة قديش مصرف لبنان أخذ من المصارف في حدا معه خبر قدي القيمة الفعلية أنا بشك يعني لأنه إذا قالوا لي إيه مسؤولين إذا قالوا لا يعني ما كنتوا عم تلعبوا دوركم طيب أنتوا عرفتوا قديش أنه صار ودايا أنا في مسؤول كبير بالمصرف المركزي طبعا غير الحاكم وشوشني في يوم بقلب بناية البنك المركزي قال لي صار أخذ 70 مليار دولار من المصارف يعني وشوشة طيب المسؤولين بمصرف لبنان الباقيين كانوا عم يعرفوا وكانوا عم يعرفوا أنه من سنة 2015 بدأ استعمال هذه المبالغ الطائلة لتثبيت سعر الصرف وهميا ودعم اي شيء اللي بده يسافر على ياخذ اولاده على اليورو ديزني مثلا او بده ياخذهم على ديزني لاند انه هيدا عم يشتري دولار ب 1500 هو مصطنع ما بعتقد كان بيعرفه فلذلك كان في عزف منفرد بس اني مش عادي راي يعني بيبقوا كلهم يعني مفروض شهادات واقتصاديين كبار الاقتصاديين والماليين شخصيات اللي عم تستلم هالمناصب ما بيكونوا شايفين قدامهم شو عم بيصير والله في مرة نائب حاكم كان على التلفزيون وعم يحكي يعني انه الوضع منيح فأنا بعت مساج للي عم بيقدم البرنامج استاذ انطوان سعد قلت له بس صار مستعمل من وديع المصارف يمكن 20 مليار دولار أو 30 مليار دولار بهيداك الوقت كان قال له غسان عياش بعت لي مساج عم بيقول إنه استعمل مين نائب الحاكم اللي كان بوقتها دكتور بعصيري نسيت
هلا تذكرت المحاور دغري وكل المحاور لا ينسى. طيب اوكي. لا ما بدها تصير بعدين شخصيه. ما هو كان على الهوا، ما بتقول كان على الهوا شو طالع بالسر؟ كان وقال له انه عم بيقول غسان عياش انه انتم مستعملين او مصرف لبنان من وديع المصاريف 20 مليار دولار. تعرف شو قال له؟ قال له غريب غسان، منين جايب هالرقم؟ انه انا منين جايب هالرقم؟ ما رديت خلص يعني. مفروض مصر رح نسكره هيدا بسيطة. ايه ما بعرف شو اللي صار بسيطة. هيدي في شيء اسمه سيري، ما بعرف انه سيري صارت معنا بالحوار. ايه بس بدنا نطفيه. انا بفتكر انه البنك المركزي يعني ما كان في مسؤولية جماعية. هلا شفت انا مسؤولين بمصرف لبنان بعد ما وقعت الكارثة، لا طلعوا انه عم بيتدخلوا اكتر يعني. يعني بتحملوا مسؤولية. ايه يعني مثلا بموضوع الدعم. يعني شفت احد نواب الحاكم قال لي بموضوع الدعم نحن رايحين للاخير. ايه انه نحن ما في دعم. خلينا نتابع معك دكتور. يعني بحسب احد يقول اللي بيقدروا يتواصلوا مع اعضاء بصندوق النقد عم ينقل جو بانه صندوق النقد مش همه الموازنة مثل ما حضرتك كنت عم بتقول، ومش عينه علي هذه الموازنة، وإنما يهمه أمرين: تحديد رقم واحد ونهائي لدين البنك المصرف المركزي والمصارف، تقديم خطة إصلاحية نهائية مصدقة ومعتمدة من مجلس النواب. يعني الإصلاحات مصر عليهم صندوق النقد، أما موضوع الموازنة فهي ليست الهم المطلق، يعني مش على أساسه وهم 3 مليار يعني مثل ما مليار مثل ما حضرتك عم تحكي. هيدا يعني من مصدر مقرب من شفنا دوائر القرار إذا بنقوم صندوق النقد عم بوصل هذه الرسالة. فاصل ونتابع. مشاهدينا اهلا بكم من جديد ونتابع حوارنا مع نائب سابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش. دكتور اليوم بتلاقي انه نحن في امكانيه انه اذا بقى طريقه العمل اللي هلا ماشيين فيها انه المس بالاحتياط، يعني دائما السؤال اللي الناس بتساله رح يبقى الدولار ثابت بين ال 20 وال 25 الف ولا كمان رح نرجع نطلع نلاقي ارقام اعلى؟ انا الخبر السيء اللي بدي زفه للمواطنين بانه مصرف لبنان ما عنده امكانيه لمدى طويل انه يلجم سعر الصرف ويمنع الكوارث. يعني ممكن يوصل لمحل يقعد يتفرج على الكارثه، فبالتالي ضمانتنا هي بجو سياسي افضل وجو سياسي توافقي، وان المؤسسات تمشي مثل ما لازم، ويصير في انتخابات نيابية ويصير في انتخابات رئاسية، ويتم التسليم والتسلم بين النواب السابقين والنواب الجديد وبين رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الجمهورية المقبل، وأن يكون للدولة خطة. هيدي بتخلي الناس يعني بتخلي الناس أنه ما تخاف ويصير في هلع على سعر الصرف. بتقول أنه نحن رح يبقى هيدا الشيء لو صاروا كل هول، نحن عنا 5 سنين عجاف لنقول انه بلشنا نطلع على نظام اقتصادي ربما مالي. ايه بس ما بلشوا الخمس سنين بعد، يعني بعدنا بالفوضى اللي ممكن ما حدا يتوقع فيها شيء، لا سعر صرف قد بيوصل لا شو بده، ما حدا بيقدر يتوقع. لا بعدين بدي قيادة. هل ممكن المس باحتياطي الذهب اليوم؟ لكن هالذهب موجود ولا بس يخلصوا مصريات احتياط المال رح يقولوا له عندك الذهب؟ هذا بيرجع للرأي العام، هو بيقبل انه اللي هدروا مثلا 100 مليار او 150 مليار دولار بالانفاق، عجز الموازنة المتراكم يمكن فوق ال 100 مليار دولار نتيجة الهدر، ومش كلها سرقة يعني. خلينا نكون واضحة، في سوء إدارة، يلي أساءوا الإدارة هالقد انتم بتعطون الذهب اللي يتصرفوا فيه؟ يعني أنا ما بقبل إذا بترجع لإلي يعني ما لي كلمة، بس إنه ينمس باحتياط الذهب
إلا لما بيكون في إدارة مختلفة وأشخاص تانيين وعندهم نزاهة وعندهم خطة وعارفين حالهم وين رايحين. إذا أجوا قالوا بدنا نبيع 20% من الذهب بتقولي إنه خلينا نساعد بهالمسألة، بس اليوم واحد يعني مثل الأمرجي اللي خلص كل المصاري هلأ إجا بده يبيع صيغة المرأة. لا يا أخي، إذا عندك مشروع لتسكر ديونك وتبطل تلعب قمار وتشتغل مزبوط يمكن مرتك بتساعدك بهيك، بس مش ترجع تاخدهم تروح تلعب فيهم على طاولة قمار. يعني ما يعني هلأ اليوم مثلا 18 مليار دولار الذهب منهم بالجيبة، لأنه في قسم منهم يمكن 40% موجودين بأمريكا. هولي أمريكا، وهذا شيء منيح، ما بتسلمهم عند الطلب. ما بعرف ليش بتاخد وقتها، يعني في دول تانية طلبت مزبوط أخذت سنين أخذت سنين. والله يوجه له الخير الدكتور شربي النحاس بمواطنون ومواطنات في دولة، عملوا دراسة عن هالموضوع وحطوا أسامي الدول يلي طلبت ذهبها مع تونيون. هلأ الذهب اللي موجود هون اللي هو يمكن بخطر؟ شو في خطر؟ تعتبره بخطر؟ لا. تعرف قد قيمته؟ 60% من المجموع. شو يعني؟ 60% من 18 مليار. بس هذا رقم ثابت؟ ايه ثابت طبعا. يعني هذا بتعرفوه من ايام لما كنت حضرتك نائب حاكم. ايه بس نحن من لما كانت حضرتي نائب حاكم وقبلها كمان ما صار جرد للذهب. ما هلا عم بسأل إيه؟ مين عامل اخر جرده؟ اخر جرد انا سألت يمكن قبل 1990، نحن جينا 1990، قبل 1990 كان في حرب دكتور. حرب بس إيه؟ ما حدا قدم على مصر. بس لما استلمنا على السلم استلمته بزمن السلم مفروض نعمل جردة؟ لا ما نعمل جردة، يعني لا. من وقتها ما حدا بيعرف شو هو هذا الذهب، موجود ولا مش موجود. بس بفترض أنا إنه بالخزنة، بس بفترض أنا إنه صعب سرقة الذهب يعني الموجود هون. أول شيء بده 5 مفاتيح 4 مفاتيح مع كود الحاكم ومدير الخزينة ومفوض الحكومة لمصرف لبنان، كله بده يجي يفتحه. بس إنه على السقة هيك يعني إذا في طريقة مسروق ما بعتقد. بس إنه طب كيف فينا نعمل جردة؟ كيف فينا نعرف شو هو هذا يعني لبنان شو فعلا قديش وضعه؟ ممكن مثل ما عم تقول إنه لحظة بده يوقف على إجري يقول أنا عندي بعد شيء موجود قائم محافظ عليه، نحن محافظين عليه بقانون مفروض. أنا بستغرب البنك المركزي لو بتشغل كل الأمور على الأصول ليش ما عمل جردي بالسنوات السابقة؟ يعني ليه ما عمل جردي؟ ما بعرف، ما يعني ما في سبب. على كل الأحوال ما في قانون بنص بيلزم مصرف لبنان يعمل جردي، ولا في مهل محددة قانونا للجرد. هؤلاء كمية من الذهب موجودين بأقبية البنك المركزي، منهم سبائك ذهبية، منهم عملات ذهبية موجودين، مفروض انه ينشغل عليهم، ينعمل جردي، يعني نجيب ناس خبراء مدققين حسابات عالميين يرجعوا يشوفوهم ويعدون وحده وحده. علما انا ما بشك انه مختفي شيء من الذهب. البعض يقول بانه في امكانيه لكي يعني يقدر المصرف المركزي انه ينزل بعد سعر الصرف بمزيد من الدعم. عنده هالقدرة بتقول مزيد من الدعم ولا مزيد من ضخ الدولار؟ يعني هو ما تدخل. عنده بس في شغلة الاحتياطي الإلزامي هلأ محدد بحوالي 12 مليار اللي هو نسبة من الودايع. الودايع بالدولار في نسبة منها 15%. هلأ نزلت الودايع السنة الماضية، ناس بيعوا دولار بليرة بأسعار بخسة، يعني بهالسنتين الماضيين راح من الودايع ككل شي 20 مليار دولار، قسم منهم من الذهب. هلأ إذا نزلت الودايع بالعملات الأجنبية وبالتالي حكما نزلت قيمة الاحتياط الإلزامي اللي مجبورين يحطوه بمصرف لبنان، فبيقدروا يتصرفوا. بعدين بيقدر مصرف لبنان انه ينزل نسبة الاحتياط الالزامي. هو يقرر شو هي نسبة، هو بيقرر. فاذا مثلا راح مليارين دولار من الودايع
ونزلوا الاحتياط الالزامي من 15 ل 10 بيطلع لنا مصاري بيطلع لنا يعني دولارات بتدخل فيهم سوق القطع. بس بتكون عم بتمس باموال ايه بتكون عم بتمس باموال الناس كان. لحس المبرد لانه احتياطي الالزامي له دور كضماني نسبيه للمودعين انه نسبه انه نحن عندنا باك اب مصريات موجودين محميين. وبعدين يعني هيدا بس لما يكونوا ما عم بيعطوك المصاري فيهم يتصرفوا فيهم كلهم. ما هلا المودع ما فيه ياخذ دولار لحساباته. هلا في طريقه يقول البنك المركزي بس هيدي الطريقه هيدي بدكم تسجلوها باسمي يعني خلص حصري هلا على الهواء عم يسجل. يقول البنك المركزي الاحتياطي الالزامي 1%. ايه ما كل شيء عم نعرضه للخطر. صار عندنا شيء 10 12 مليار دولار على بيوقف البلد على اجري قصدك من اموال الاحتياطي ما بيوقف ايه وبتكون طارت اموال الناس طايره يعني طارت. ساعتها نحن فينا نهدي الليره شيء سنتين بس هيدا الاموال هيدا اللي عم ينقال هيدا اللي عم ينعمل إيه؟ بس نحن لانه دائما بصير يقولوا لك انه على قاعده بيتعودوا الناس انه انا بمشي يومك يومك بتكون الناس تعودت. فجاه بنقول لهم مثل ما بنهايه حكومه دكتور حسن دياب طلع قال انه هذه الحكومه صرفت 17 مليار دولار على الدعم. ليك من لا رقم 17 مليار دولار شو يعني شو هالرقم المهول بسنتين صرفتهم حكومه المفروض هي كان جايه تعمل خطه انقاذ وتعايش. ما صرفتهم انه بالسوق يعني بعزقتهم بموضوع الدعم ايه. يعني هلا اذا بعد عندنا 12 مليار بعد سنتين ممكن يطلع الحكي مثل ما بتقول حضرتك انه نحن ما عنا بقى 1% هو الاحتياطي ايه بيتصرفوا بيقول الاموال ساعتها بيكون حانا وقت الذهب بعد من ضاين سنتين. انا بيرجع للشعب موضوع الذهب هو بيقبل يعطي هيدي الطبقه السياسيه هل المصريين بيقبل يعطي الشعب ما بيكون له يعني هل الشعب وافق على سياسه الدعم اللي الدعم وحتى في مبلغ اندفع من مصرف وافق شنوا طبقه وافقوا الناس على 17 مليار دولار اللي راحوا بالسنتين لتجار ولا ما معهم خبر ما معهم خبر حتى خبر ما معهم خبر يعني عرفوا بعدين يعني بكره حيقولوا لنا ما معنا خبر انه خلصوا المصريات وبدنا نفوت على الذهب حيقال ما معنا خبر ايه طبعا الذهب اذا بدهم يدقوا فيه بدهم قانون مجلس النواب لانه الرئيس حسين الحسيني استاذ غسان 9 سنين مجلس النواب مدد لنفسه بس تنعرف نحن ما في قانون مثل ما عم نقول موازنه بلشنا حلقه بالموازنه في دوله بلا موازنه بتمشي كم مره ضرب القانون يعني لما شركه بتتعرض لخسائر كبيره او بتفلس اول شيء بيعملوا المساهمين تغيير الاداره. نحن بلبنان مفروض إدارة البلد تتغير كأشخاص. فاصل أخير وأنا تابع. مشاهدينا أهلا بكم من جديد وبما تبقى لنا من وقت يعني من ضمن الردود اللي عم تجي على الحلقة أيضا مصدر مصرف لبنان عم بيقول انه مصرف لبنان كان يوافق وينفذ سياسات كل الحكومات وهيدي الحكومات موافق عليها من قبل مجلس نواب من قبل الرؤساء يعني السلطة الموجودة فمصرف لبنان كان عم ينفذ هذه السياسات صح ولا خطأ؟ خطأ لسبب مزبوط الحكومات بدها هيك بس اليوم مصرف لبنان مؤتمن على ودايع للناس محطوطة عنده بكميات كبيرة لما بيخلص الاحتياطي الخاص تبعه وبده يثبت سوق القطع بناء لرغبة الحكومات من أموال الناس مفروض يعتذر هو إنه أنا ما معي مصاري مفروض يقول لا ما في شيء يعني بيقدر يقول لا برأيه معلوم ما هولي هو مؤتمن هون هو مودع وديع طيب بس هون البعض بيقول دكتور تجربة دكتور فرانسوا باسيل حضرتك بتعرفها 2015 اللي كان هو الصرخة اللي تم التهديد وراحوا على القضاء وكلنا بنعرف شو المسار اللي أخذته لما قالوا جمعية المصارف برئاسة بوقتها فرانسوا باسيل ما بقى فينا ندفع ايه تهديد يعني صار علني للرجل بدي كينا نوافق لا أنا مش بدي أنا عم بقول لك شو عم بيصير النقاش لأنه عم يعني اللي عم بيشاركوا معنا ايه عم بيشاركوا معنا أنا عم بيقولوا لك تحت التهديد عم بتصير القصة بعرف مين يعني حضرتك ذكرتي لي مين وانا بحييه لصاحب المساج بس انا بقول له في فرق
لما بيكون مصرف لبنان في عنده احتياطي خاص لإله انه هو يخضع لرغبة الحكومة الى حد كبير يعني. علما مصرف لبنان مؤسسة مستقلة، بس لما خلص الاحتياطي الخاص وصار عم يشتغل بودايع الناس، مفروض يقول للحكومة انا ما معي مصاري. بس مصرف لبنان كان عم يشتغل جراندايزر، يعني هو انا بحل لكم كل المشاكل، وهذا شيء غلط. تبين انه شو هو اساس المشكل بتعتبر؟ شو هو اساس المشكل؟ لكن انا بعتقد انه ترتيب المسؤوليات هي على الشكل التالي. المسؤولية على السياسة المالية اولا، ولما بقول سياسة مالية يعني الحكومة ومجلس النواب ووزراء المالية، تجي من بعدها بالمسؤولية السياسة النقدية اللي هي كانت عم تبني قراراتها بناء لوضع المالي بالبلد، فبنت قرارات خطأ. فأنا بتصور انه الصلابة بوجه الحكومة هي السياسة انفع بكتير للبلد. ايضا من ضمن الردود استاذ غسان بيضون بيقول انا بحيي الاستاذ مفوض مراقبه حسابات مصرف لبنان الاساسي هو المعني قانونا بالمشاركه في عمليه جلب موجودات مصرف لبنان من الذهب المحفوظ في خزائنه وتاكيد ذلك صراحه في تقريره، اضافه لشهاده رسميه ترد من المرجع المختص في الخارج اللي هو مين؟ المرجع المختص في الخارج لتاكيد وجود الذهب لديه حرا من اي قيود، وقد سمعنا ان ذلك لم يحصل. بس مين المرجع بالخارج اللي بيكون يعني امريكا بالخارج. لانه في جزء من امريكا مسؤول عن الجزء اللي عنده الخارجي، بس ما بعرف شو قصده الاستاذ حسان، رجل فهيم يعني وبيعرف يحكي يتصرف يعني. ايضا من ضمن الردود عم بيقولوا لك هل كان الخيار الاستاذ غسان نعم. انه ما في مرجع خارجي، هو حسن الاداره بتقضي انه مصرف لبنان كل 4-5 سنين يعمل جرد. أخيرا هل تؤيد أيضا من أحد المصرفيين، هل تؤيد أو كمان بمصرف لبنان يعني، هل تؤيد أن الخيار الوحيد كان أمام الحاكم لوقف هذا الموضوع كله كان الاستقالة؟ هذا خيار شخصي يعني، في كان عنده في وقف كل هذا إذا كان معرض للتهديد أو للضغط أو تعتبر حتى أنه كان عنده شرف الاستقالة بوقته ولم يكن بهذه الخطوة؟ في الاستقالة وفي الصمود. صمود وين؟ بوجه مين؟ منظومة يعني بعرف منظومة يعني، ما نحن أنا كنت شاهد على دكتور إدمون نعيم، أنا كنت شاهد على محاولة خطف إدمون نعيم من قلب المصرف المركزي، جروه من إجراء بهدلوه بقلب المكتب يعني. مزبوط، وراسه كان على الأرض وهن عم يجروه من اجراء قوى امن داخلي يعني. قدرتوا تعملوا له شيء بوقتها تحموه؟ ما قدرتوا. انا ركضت كل انسان عامل شيء يعني، في زميل حكي مع الرئيس بري كان وزير عدل بعتقد وقتها، قال له انه عم بيصير هيك، لانه خاصه يعني هو علاقه مع الحاكم. انا ما عرفت شو بدي اعمل. المهم شو قال له الرئيس بري بوقتها؟ اجى على المصرف لبنان بس كانت بخلصت الشغله يعني ونزل مع المسلحين، وقف على درج المجلس يعني تمرجل، وقال وينه الياس الخازن؟ وافتكر الياس الخازن عم ياخده، قالوا له ما في وراء. مين اللي اخده بوقتها برأيك؟ مين اخذ قرار بإدمون نعيم؟ لا القرار ما بعرف مين اخده، بس كانوا يسهروا مع بعضهم بالليل. مين؟ يعني بدنا نسميهم، وكان مش اكيد يعني انا من التهمة. مين؟ بس رئيس الجمهورية كان على علاقة منيحة مع الياس الخازن يعني وفي وزراء بعدين محمسين. أنا رويها بكتابي هيدا ورق أسوار مصرف لبنان. لحظة، عم تحكي عن رئيس أمين نجمين يعني بوقتها؟ مين؟ لا لا أحسن بوقتها رئيس الياس الهراوي. بتعتبر هو اللي كان؟ ما بعتبر، إذا بدي شك أنا إنه الياس الخازن أخذ ضوء أخضر من حدا في كان رئيس الجمهورية بس ما تزعل منا الست منى، لأنه انا بحترمها كثير بقدرها والله يرحمه. السرد التاريخي ما لازم يزعل، هلا هو بلبنان بزعل كثير، ما بنكتبه نحن لدرجه ما بنعرف. بس يعني هن كان في كل الوزراء والنواب تبع الطائف كانوا قاعدين كلهم سوا بالسمرلاند وبيناتهم الشيخ الياس الخازن وكانوا على صله برئيس الجمهوريه. تاني يوم عملها هالعمليه هاي، بس كان قبل في لها سوابق ذكرت أنا وحدة ووحدة كانوا عم يطلبوا الوزراء نفقات، كانوا عم يطلبوا نفقات وما في مال مع الدولة،
انه لمصرف لبنان كشف لنا حسابنا. وكان ادمون نعيم على طول يقول لا، او على ليلي قلنا رح نهمز عليهم، هيدي استعبلها العبارة، رح نهمز عليهم بدون ما نرفض للآخر. وفي يوم اجا سلسلة نفقات ما في تمويل لها، وزارة الدفاع تصليح سيارة مرسيدس $40,000، يعني بوقتها 40,000 دولار تشتري سيارة مرسيدس. في نفقات لوزارة الزراعة، نفقات مشاركة لبنان بمؤتمر زراعي أو شيء، وفي قضايا بتتعلق بالأشغال وإلى آخره. لما كتروا قال إدمون نعيم إذا بتريدوا هولي بدنا نوقفهم. وإجا بعدين طبعا عملنا اتصالات، وللأمانة والتاريخ كلفوا كل واحد يتصل بشخص. بمين اتصلت؟ أنا اتصلت بقائد الجيش العماد أمير لحود. قلت له هيدي خلينا نقولها مثل ما هي، قلت له نحن بريستيج قائد الجيش والجيش على راسنا، نعمل كل شيء، جايينا بس هلا تصليح سيارة مرسيدس $47,000. قال لي أنا ما معي خبر وما إلي علاقة بالموضوع، وتصرفوا بما يوحي ضميركم والقانون. أنا بالسياسة بعدين ما عدت مع إيميل لحود، بس إنه لازم تنقالي، رفضناها. بعد هذا الاتصال رفضناها، ورفضت قضية وزارة الزراعة. كانت كتير صغيرة ما بتعرز يعني، من وراها صار هذا التحرك على مصر في لبنان. بس الأستاذ محسن دلول أنا بحبه كتير على صعيد شخصي، كان وزير دفاع، لا زراعة وقتها، يعني اتصل فيه هو قال لي بس بدي أقول لكم شغلة كنصيحة، السياسيين بلبنان ما حدا بيقدر يوقفوا بوجهه، بقى انتبهوا على حالكم شو عم تعملوا. يعني بنقال هيك يعني، هو حكمي هيدي منه او نصيحه، ما كانت تهديد يعني. لا ما كانت تهديد، لا هيك ما كانت تهديد ومكتر استاذ غسان، ولا هو لايق، هو لايق بس اذا تهديد في يكون التهديد لايق يعني، ما رح كرافتات منهدد يعني. الضجه الكبيره كانت انه اجا طلب لباسبورات، اصدار باسبورات وزيت سفر. فالدكتور نعيم عرض هالمساله هاي وقال انه نحن ممكن نخسر مصاري كبيره لانه في حين اعتماده الى اخره، فقرر مصرف لبنان يوقفها، علما الحاكم كان بده يمشيها انه لبكره بنرجع بنجتمع. جينا الصبح اجتمعنا، فاتوا ليه واخذوه. هل يعني تتوقع ان يكون مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مماثلا في حال رفض مثل ما عم تدعو انه رفض وقف هذا الصرف؟ في حال رفض بتلاقوا انه مصيره رح يكون بمداهمه؟ ولانه البعض يقول انه في لحظه من اللحظات طلب الرئيس العماد ميشيل عون توقيف رياض سلامه. شوفي يعني وقتها تحركوا كلهم بالليل تكركبوا، شو بدهم يعملوا؟ معركه العهد مع رياض سلامه معركه فاشله ومعركة سياسية ومعركة ذات أغراض، مش محقة بصرف النظر تعتبرها محقة؟ ما صار لك من الصبح عم بتقول أنه بيتحمل مسؤولية هو. إيه بس هي محقة مش هيك، بس أنه هني ما عملوها، ما عم يعملوها لأنها محقة. عم يعملوها يمكن عم بيطيروا مرشح لرئيس الجمهورية. أنا برجع للحاكم، إذا واحد بده يكون حاكم وبده يتحمل مسؤولية بالحكم وغيره بالقضاء، بأي مسؤولية؟ شوفي البيطار مثلا، القاضي البيطار يا بيقول لا حسب القانون أو أنه يتخلى يتنحى. هيدي هي رسالة عم تقول إياها، يقول لا يتنحى، ما بقى يكمل بهيدي سياسة التعاميم وتثبيت سعر الصرف. صراحة أخذ على عاتقه أنه المواضيع كلها بيرتبها وبيخلي سعر الصرف ثابت شو ما كان، وكانوا مبسوطين فيه وهيك بدهم. بيقدر يكمل هيك يعني؟ خلص ما عاد فرط الوضع. قبل انا بعتقد انه ما بقدر اقول انه في قاضي اضطر انه يحكم لمصلحه الظالم والمجرم خوفا من انه يجي يخطفوه او يضربوه، ترك القضاء. شكرا لك نائب سابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش، اهلا وسهلا فيك. هي مأساوية بس نهايتها. شكرا لك ومشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، غدا حلقه جديده من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.